بسم الله الرحمن الرحيم. عتيبة 24/3/2013. الثوار على الجبهة الأولى في صدام مباشر مع قوات الأمن. أخي الرائد أبو يزن، تشرح لنا شو الأوضاع على الأرض الآن؟ الأوضاع الآن اشتباكات عنيفة بيننا وبين قوات الأمن، حاولوا اقتحام مدرسة الثانوية ومنعناهن منها وصدينا الأرتال قوات الأسد الطاغية. نحن هون بنعاني من نقص بالذخيرة الناعمة، بالذخيرة البكيسة، بحشوات القاذف، بكل شيء مضاد للمدرعات. إنه بيستخدم قوات الأسد دبابات حديثة من طراز 72 الجيل الثالث، وبإذن الله ما نحاول ندمرها، وبتدمر عدد كبير منها. امبارح دمرنا 3 دبابات وعربة بي ام بي وعربة شيلكا. الحمد لله رب العالمين. وأخيرا ما توصل، بس كمية كبيرة لا ما بتكفي للهجوم اللي جاي من قوات الطاغية، لأنه جاي عدد دبابات كبير. يعني بيطالبوا يكون عندكم زيادة بعدد الحشوات، بحيث إذا حاول أرتال كبيرة تتقدم تكونوا أنتوا على استعداد كامل. استعداد نرد إن شاء الله. إن شاء الله. تكبير يا جماعة. الله أكبر. الله أكبر.